أهلا وسهلا متابعي بروج العقارية. عرضنا اليوم شقة في مجمع سكني متكامل الخدمات في منطقة كاشسو. العرض عبارة عن شقة ثلاث غرف صالة في هذا المجمع، مجمع متكامل الخدمات، موجود فيه زي ما شايفين نوافير بالإضافة إلى جلسات العائلية والمسطحات الخضراء، وما ننسى أيضا أنه موجود مواقف مغلقة تحت المكان اللي أنا واقف فيه. والشيء المميز أنه موجود جنريتر اللي هو مولد كهرباء إذا انقطعت الكهرباء علينا، ملعب كرة سلة وكرة قدم، كاميرات مراقبة ونظام سيكيورتي وأمان 24 ساعة على مدار الأسبوع. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة كاشستو في مدينة طرابزون. منطقة كاشستو غنية عن التعريف، حيوية المنطقة، هذا الشيء يميز منطقة كاشستو. سوبر ماركت قريب من الموقع، مشينا على الأقدام أقدر أقول تقريبا خمس دقائق. جواهر مول أيضا قريبة من الموقع، مسافة 10 دقائق مشينا على الأقدام أو 5 دقائق بالنسبة للسيارة. وأيضا الجامع موجود بالقرب من الموقع، يعني موقع حيوي متكامل الخدمات. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، نشوف مساحة الشقة وإطلالتها. تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور 14، زي ما انتم شايفين يعني المصعدين موجودة في كل بناية، ونظام الشقق انها جاية مقابل المصعد، شقة وسطية وعندنا شقتين في الجوانب. تعالوا نشوف تفاصيل الشقة من الداخل. وصلنا يا جماعة الخير الدور 14، شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 190 متر مربع. أول ما ندخل من الشقة عندنا يميننا الصالة والمطبخ وتوزيع باقي الغرف. عندنا الانترفون موجود. نكمل تفاصيل الشقة، قبل ما نكمل تفاصيل الشقة نقدر نحط هنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات، وهنا ديكور كمدخل. يميننا زي ما قلت لكم الصالة، مساحة الصالة جيدة، جاية بالطول، يعني أقدر أقول 35 متر مربع مساحة الصالة، أرضياتها باركيه وديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية. الواجهة الأمامية للصالة زي ما انتم شايفين واجهة زجاجية بالكامل، وإطلالتها المباشرة على البحر، يعني إطلالتها جدا رائعة، إطلالة مضمونة، غير ممكن أنه تقفل على الإطلالة هذه ببناية تطلع قدامها. وانت قاعد في اي مكان في الصالة بتشوف اطلالة البحر، ممتازة جدا. موجود التدفئة في اركان الصالة وفي كل ارجاء الشقة ككل. بجوار الصالة عندنا المطبخ، تعالوا مع بعض نشوف المطبخ. برضو المطبخ جايبه على شكل طولي، الدواليب راكبة على جدار واحد للمطبخ، نظام الأدراج مع الدرف جاي بنظام المكابح، أماكن الأجهزة الكهربائية، ونوعية الدواليب المطبخ نوعية الكويل تبعها ممتاز. عندنا مخرج للبلكونة، البلكونة هذه مميزة، ليش؟ انها جايه على شكل طولي ومساحتها تقريبا اقدر اقول 2 متر في 5 إلى 6 أمتار، والبلكونه هذه مشتركه بين المطبخ
والغرفتين اللي بنشرحها لكم بعد شوي. شوفوا مساحة البلكونة. والشيء الأفضل أن الدرابزين جاي زجاجي، يدي مساحة أكبر للإطلالة، أن الواحد هو قاعد بيشوف إطلالة البحر. شقة مميزة، والغرف كلها جاية إطلالة على البحر. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. نرجع للمطبخ ونشوف تفاصيل باقي الشقة. تعالوا مع بعض. طلعنا من المطبخ، جينا على جهة الكوريدور. زي ما شرحت سابقا مدخل الشقة من هنا، شرحنا الصالة والمطبخ. نجي هنا على الغرفة رقم 1. الغرفة هذه مساحتها جيدة، 3.5 × 4 تقريبا، ولها مخرج للبلكونة اللي كنا فيها قبل شوي. بجوار الغرفة هذه عندنا الغرفة الثانية، بس قبل ما نروح الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي زي ما شايفين. بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية، مساحتها مناسبة، مكان للغسالة والمغسلة، مروش جاي على شكل مربع من غير الفايبر، يعني على الأرض على طول. وعندنا الكلوزت، والتدفئة موجودة أيضا في دورة المياه. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة رقم 2، وبرضو لها مخرج البلكونة وإطلالتها المباشرة على البحر. طلعنا من الغرفة رقم 2، نتوجه إلى غرفة النوم الرئيسية الماستر. مساحتها ممتازة، جاية بالطول، يعني يدينا براحة أكثر أننا نحط السرير والدولاب ونوزع تفاصيل غرفة النوم على كيفنا. عندنا هنا دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر، لو تلاحظوا موجود الكلوزت والمروش، يعني في بعض الشقق ممكن ما يحطوا الكلوزت، بس الشقة هذه موجودة. وإطلالة غرفة الماستر أيضا إطلالتها على البحر، يعني جميع الغرف إطلالتها على البحر، يعطينا خصوصية أكثر في هذه الشقة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.